الباحثة الأردنية شادية بسيسو أول رياضية عربية تنضم لمؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية WWE لتحطم بذلك معتقدات وتقاليد حضارية. تحولت شادية من رياضة الجوجيتسو إلى المصارعة الحرة، وتحلم بأن تمنح دفعة للمزيد من النساء في العالم العربي لممارسة الرياضة، وربما في يوم ما السير أيضا على خطى أحد أشهر عمالقة اللعبة جون سينا. ويسعدني مشاهدينا أن أرحب هنا في الاستوديو مع ضيفتي شادية بسيسو، وطبعا أول مصارعة عربية في WWE. شادية مساء الخير، أهلا بك معنا في الاستوديو الآن وحضورك للاستوديو. أولا حدثينا عن قصتك من الإعلام إلى الرياضة إلى المصارعة، كيف ذلك؟ أول شيء شكرا كثير للاستضافة. أنا بلشت كمقدمة برامج وتلفزيون وراديو، وهيك بلش مشواري مع WWE. WWE شركة رائدة في مجال السبورتس انترتينمنت أو الرياضة الترفيهية. السنة اللي فاتت قدمت لدور مقدمة برنامج، أول برنامج عربي عن لل WWE، وبالكاستين كنت عم بحكي قدي أنا بحب الرياضة والتمرين. أنا مهووسة بالرياضة، بشارك ببطولات عالمية ومحلية، رياضة الجوجيتسو. عندي حزام أبيض، 3 شحطات، بعيد شحطة عن الحزام البنفسجي. فبالكاستين كنت عم بقول قدي أنا بحب التمرين والرياضة. وبعدين بعد ما خلصته جاني إيميل من WWE بأمريكا، دعوني على تجارب دبي. هلأ شفت في فيديو حطينه من تجارب دبي. هيك بلشت. بعدين اجت الفرصة اني اكون اثليت، واكيد هذا حلم لاني بقدر اجمع الانترتينمنت اللي هو الترفيه، لاني بشتغل اصلا بالتلفزيون والراديو مع ماي باشن الرياضة، سبورتس انترتينمنت. يعني هواية تحولت الى واقع. نعم. والى حلم كما ذكرنا قبل قليل. يعني تحلمين بان تصلي الى اين بالضبط في هذه الرياضة؟ بحلم خلص اذا رح ادخل هذا المجال طموحي كثير كثير عالي. بتمنى انه يوما ما، وعلى فكرة المشوار كثير طويل، بده تمرين كثير طويل. بتمنى يوما ما ادخل حلبة WWE كاول امرأة عربية بالWWE بأكبر عروض اللي عندهم إياها مثل الرسلمانيا، وأخذ الحزام ومنز تشامبيون، كل إشي. طيب أول امرأة عربية ومشاركة في هذه البطولة، شادية ما الذي سيميزك؟ يعني بماذا تفكرين؟ ما اللمسة التي يمكن أن تضعيها حتى في الزي مثلا؟ أكيد أنا بحب أكيد اللي يميزني عن باقي البنات والشباب الموجودين هناك هو هويتي كامرأة عربية من الشرق الأوسط. تربيت بالأردن ودرست جامعة بلبنان، أنا من الميدل إيست، فبحب إن شاء الله يوما ما أمثلهم بأحسن صورة. طيب عندما نسمع رياضة المصارعة، يعني أول شيء يخطر على بالنا عنف وربما حجم الشخص الذي يقوم بهذه الرياضة، لكن تفاجأنا ما شاء الله عليك، يعني لا لست بذلك الحجم الذي كنا نتخيله شادية. يعني كيف ذلك؟ يعني ما شاء الله أنه فتاة بشكلك تلعب المصارعة. أنا بلعب جوجيتسو، هي فن من فنون القتالية، المصارعة أيضا فن من فنون القتالية. بس على فكرة WWE رياضة ترفيهية من خلال برامج تلفزيونية بيأديها الـ WWE سوبر ستارز، واللي هم رياضيين على أعلى مستوى بيعملوا هدول الحركات اللي هم أساسهم المصارعة. بس هي يعني مش مثلا زي جوجيتسو كومبيتيشن، ما رح تكون عنيفة بشكل زي كومبيتيشن رسلينج. طيب ماذا تقولين للشباب، شابات يعني مقتبل العمر لديهم هذه الهواية لم يجدوا الطريق بعد؟ يعني حتى شادية وجدت الطريق فيما بعد، يعني عند تحقيقك لطموحك الإعلامي وجدت الطموح وتحقيق هوايتك الرياضية، ماذا تقولين للشباب الآخرين؟ بحب أشجع الشباب والصبايا، صار الباب مفتوح. أول امرأة عربية بتنضم للWWE من الشرق الأوسط. هلأ لو كان هدفهم يكونوا بالWWE أو أي إشي، أي إشي يعني أي هدف الشباب عندهم إياه، بس لازم ياخذوا أول خطوة بهذا المشوار.
أنا أخذت أول خطوة لما كنت بالراديو وبعدين بالتلفزيون، خلص بيكون في عندك هدف وبتعملي كل إشي لتحققيه، وبتمنى هاي أول خطوة من مشواري إن شاء الله بالـ WWE إني انضممت لإلهم، بس بعدين مشوار طويل تمرين ليوما ما أدخل الحلبة. نشكرك جزيلا، نتمنى لك طبعا أولا التوفيق، ونشكرك جزيلا على قدومك للاستوديو وهذه الاستضافة شادية بسيسو أول مصارعة عربية في WWE. شكرا لك شادية. شكرا على الاستضافة. شكرا.